بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. هنكمل محافظات المعاصر للصف الخامس الابتدائي. معلش أنا اتأخرت عليكم، وإن شاء الله هكملها كلها بإذن الله تعالى. ودي المحافظة الثانية، وهي محافظة الجيزة. طبعا كالعادة سؤال الاستماع، زي ما بنسمع بنحط دايرة على الكلمة اللي بنسمعها من الأستاذ، ونخلي بالنا كويس قوي من الكلمات اللي شبه بعضيها، عشان مثلا عندنا cold وclean ابقى عارف بقى هو قال كولد ولا قال كليند، بودل وبادل ابقى مركز بقى، تشوب ولا شوب، هنا شين وهنا تش، ابقى عارف كويس هو هيقول التش ولا الشا. هنا بقى استمع الى معلمك واكمل. زي ما قلنا هو هيقول لي ايه؟ هيقول لي كلمة وانا اكتبها بالانجلش، فانا لازم برضو ابقى عارف كويس قوي حافظ كلمات. يعني I am looking for the museum. Is it ايه يا ترى؟ طبعا is it far، هل هو far؟ طبعا far يعني بعيد، فهو هنا بيقول لي بقى هو بعيد، لما الست اللي كانت بتسأل في الوحدة الرابعة عن المتحف وعايزة تعرف الطريق بتاعه بقى بعيد ولا قريب، تمام؟ فقالت ايه؟ قالت is it far، هل هو بعيد؟ الراجل قال لها مش قوي يعني، turn right it's not the left. طبعا هيقول لي on اللي هي على. فالست قالت له ايه؟ did you say، كلمة say اللي هي يقول، هل انت قلت خش يمين ولا شمال؟ قال لها خش يمين. قالت له not very much، قال لها you are welcome. طبعا هتقول له ايه هي بقى عشان وصف لها الطريق؟ thank you very much، شكرا جزيلا. هنا بقى هنطلع الكلمة المختلفة ونجيب بدلا منها. بيقول لي class اللي هو فصل، board سبورة، lobster اللي هو اللي بيتاكل اللي هو سرطعون او سرطان البحر، وديسك. طبعا كده كلهم حاجات تبع المدرسة ما عدا اللوبستر، هنشيله ونجيب بداله ايه بقى؟ احنا ممكن نجيب school نفسها، المدرسة نفسها، تمام؟ ممكن كمان نجيب حاجة من المدرسة تاني، زي مثلا تيتشر، زي بوك، زي بن، زي رولر، أي حاجة من أدوات الإيه؟ من أدوات المدرسة. طيب كباب أكلة، طبعا أكلة الكباب، اسباجيتي أكلة الاسباجيتي برضو، تشيكن اللي هي الفرخة، تي الشاي. طبعا كلهم هنا بقى إيه؟ حاجات بتتاكل، طعام يعني، كلهم طعام، ما عدا ايه بقى؟ ما عدا التي اللي هو الشاي، مشروب نشيله ونجيب بداله اي اكلة سهلة انت عارفها، ولتكن مثلا فيش، بكل بساطة سهلة قوي وبتتاكل. طيب during، كلمة جديدة during دي معناها اثناء. طبعا كانت عنوان الوحدة الخامسة اللي هي عنوان الوحدة الستة اللي هي during the year، اثناء العام الدراسي يعني. وبارك حديقة، مكان معروفة، سكول مدرسة، مكان معروفة، هاوس بيت، مكان معروفة. يبقى هنشيل ديورينج دي، تمام، ونجيب بدلا منها مكان، اسهل مكان انت تبقى حافظه وعارفه اللي هو زو، حديقة الحيوان، مكان سهل وحافظينه وكتابته سهلة، تمام. طيب هنا رايد فعل بمعنى يركب، خدناه كتير قوي، خدناه في جو اون رايد، وخدنا رايد ذا باص اللي هي بمعنى يركب الاتوبيس. وعندنا كمان بيك فعل برضو بمعنى يلتقط، افعال صعبه الى حد ما عشان يلخبطني، يلتقط يعني بيك، تمام. بعدين كلمه ران سهله يعني يجري، وبلانتس يعني نباتات. خلاص اشيل النباتات دي واجيب اي فعل في المضارع، وليكن مثلا ايت ياكل، بلاي يلعب، جو يذهب، اي فعل انت عارف وعارف طريقة كتابته صح، خد اسهل فعل عشان ما تغلطش وما يتخصمش منك درجات. طيب سترونج قوي، كيرفول حريص، بروبلم مشكلة، هيفي ثقيل. هنا كلهم صفات بقى ما عدا كلمة بروبلم اللي هي مشكلة، تمام، عشان هي مش صفة، ونجيب بدلها اي صفة بقى ايه؟ جود، باد، مثلا طول، طويل، شورت، قصير، اي صفة من دول، تمام. هنا هنختار بقى، بيقول لي شي نقط، تو تيكتس، تيكتس يعني تذكرتين. فالست عملت ايه للتذاكر بقى؟ عاوز يقول لي درانك شربتهم ولا ذهبتهم ولا اشتريتهم ولا اكلتهم.
طبعا بوت اللي هي يشتري، وخدناها طبعا باي اتيكت يشتري التذاكر. She is going to not her uncle tomorrow. انكل عمها بكره، يبقى الست ناويه تعمل ايه لعمها؟ فيزيت، تزوره. طب ما كلهم فيزيت تحت. كلامك صح، كلهم فعلا فيزيت، بس انا عندي going to دي بتاخد بعدها الفعل في المصدر يعني بدون اضافات، فانا لازم اخد فيزيت بس علشان من غير اي اضافات. طيب I get honey. honey طبعا يعني عسل، فالعسل احنا بنجيبه منين؟ من السوبر ماركت. واحد يقول لا من العطارة، لا وانا مالي وبلده كله، انا بجيبه من النحلة. العسل الاساسي بيجي من البيز، جمع بي اللي هي نحل. تمام. what kind of juice سهلة قوي بقى، what kind اللي هي ايه نوع العصير اللي انت هتشربه. تمام. طيب هنا بقى القطعة، بيقول الاسبوع اللي فات سامي ونبيل راحوا الكامب سايت المعسكر واستيقظوا الساعة 7 ولعبوا كوتشينة ومش عارف عملوا ايه. تعالوا نشوف صح هو. اول واحدة بيقول لي سامي ونبيل استيقظوا الساعة 7، هنقول له تي، كلامك صح فعلا استيقظوا الساعة 7، يعني الجملة صحيحة. طيب بيقول لي زي وينت باك هوم ات 9 اوكلوك، رجعوا الساعة 9. هي القطعة مش معايا بس هم عشان هي كانت ممسوحة، بس تقريبا رجعوا الساعة 8 يعني، فهنقول له دي فولس، دي بقى مش صح عشان هم رجعوا الساعة 8 لو هي مكتوبة 8، عشان بس انا ايه القطعة مش واضحة معايا في الصورة. بيقول لي زي بلاي ذا كاردس، لعبوا كاردس، بس ما اعرفش ذا مورنينج ولا ايه، عموما نعتبرها صح برضه عشان انا شفت العيال يلعب كوتشينه يعني، عشان القطعة مش واضحة. وين ديد سامي اند نبيل جو تو ذا كامب، امتى راحوا الكامب المعسكر؟ هما استيقظوا الساعة 7، فهنقوله بقى نقوله مثلا الساعة ات 8 كلوك. طيب مثلا هو انا القطعة بصراحة ما مش باينة يعني، الصورة اللي فاتت ما كانتش باينة فيها القطعة، فعشان كده مش عارف اخمن هو كان صح ولا لا. تمام. بس هي تقريبا ات 8 كلوك يعني الساعة 8 كده، فهنقوله هنقوله ات 8 كلوك، ات 8 بعدين نكتب كلمة اوكلوك يعني الساعة 8. السؤال الأخير بقى ده عايز تركيز منه قوي، كلمة وصف أول الكلام دي معناها هل، معناها هل، عشان كده الإجابة لازم تكون إيه؟ لازم تكون يس أو نو. فهو عايز يقول لي بس يس، هو هل هو كان يوما جميلا؟ فأنا هقول له أيوه طبعا كان يوم جميل، فهقول له إيه في الحالة دي؟ يس إت ووز. إيه اللي أنا عملته طيب؟ جبت يس من عندي عشان دي هل، وعكست بدل ما هي ووز إت خليتها إت ووز. تمام؟ طيب هنا بقى بالنسبة لي سؤال الترتيب، طبعا هنا قال لي ابدأ بوات، انت لازم تكون حافظ تركيبة السؤال بتاعتك. انت بتبدأ بوات لازم يجي بعدها فعل مساعد، دي علينا طبعا في الوحدة الرابعة اللي هي تركيبة going to بناحية السؤال، الوحدة الخامسة آسف، فهنقول what are، بعدين يجي الفاعل اللي هو you، what are you. تمام. بعدين الكلمة المشهورة اللي هي going اللي احنا دربنا عليها، what are you going، وعارفين going بيجي بعديها to. كده ما بقيش الا ايه فعل واحد have، وعملنا طريقة السؤال دي كويس قوي، what are you going to have، انت ناوي ايه تاكل ايه او تشرب ايه. تمام. طيب هنا بقى I can't find my sunscreen، دي اول جملة طبعا كانت على سكر وسكرة في الدرس الاول، فسكر بيقول I can't find، انا مش لاقي my sunscreen، مش لاقي sunscreen بتاعتي، علشان هو جايبها له ازاي؟ علشان هو بيفكرني بقاعدة سنة رابعة، الولد اللي ما كانش لاقي مامته يعني. بعدين هي نقط ليتل تيرتل، طبعا هنبدأ بهي اللي هي هو. تمام. بعدين بتاخد بعديها هاز يعني لديه او معاه، وبعدين اللي هي بتيجي قبل الصفات، ما كلمة ليتل يعني صغير، هو معاه تيرتل بقى اللي هي سلحفة موجودة في الوحدة الخامسة، هذا ليتل تيرتل، هو عنده ايه سلحفة صغيرة. تكوين السؤال كالعادة ببدأ بأداة الاستفهام وير، بعدين ديد اللي هي في زمن الماضي، شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الوحدة الثالثة، بعدين بجيب بعدها الفاعل اللي هو يو، وير ديد يو، بعدين لازم يجي الفعل في المصدر يبقى جو، وأخيرا هتبقى اون هوليداي يعني أنت هتروح فين في الأجازة. تمام. وير ديد يو جو اون هوليداي، عايز تروح فين في الأجازة. نيجي بقى للسؤال. السؤال ده قلنا فيه جمل سهلة وجمل صعبة بتتعمل. أنا شايف أمبريلا وشايف عيال، فأول حاجة هحدد المكان، هقول they
are at the beach. هم على الشاطئ، صح كده؟ اه تمام، هم على الشاطئ، تمام، حلو خالص. ممكن اقول بقى ايه بقى؟ it is the summer، انه الصيف. ما هم بيروحوا الشاطئ، هيروحوا امتى؟ يروحوا في الشتاء، طبيعي ان هم هيروحوا فين؟ في الصيف. it is the summer، تمام. طيب بعدين ايه كمان؟ اقول مثلا الولد قاعد على الكرسي، the boy is sitting، الولد جالس، تمام. بعدين بقى ممكن اقول البنت بتلعب، ها يبقى هقول the girl is playing. لو انا اتشطرت وحافظ build a sand castle، يبني قلعة من الرمال، اقولها بقى، تمام. طيب اخر جملة بقى اقول ايه؟ they are happy، طالما على الشاطئ وكده وبيضحكوا يبقى دول ايه؟ يبقى دول مبسوطين، تمام. بالنسبة لعلامات التركيم، طبعا اول حاجة معايا هتبقى الام بتاعت مونة، هتبقى كابيتال. بعدين امشي شويه احط الابوستروفي بتاعت ديدنت، دي اللي هي التي لوحدها، ما ينفعش لازم يكون في ابوستروف. بعدين لاست ويك عادي، وهحط نقطه في اخر الجمله علشان دي مش سؤال، وكده يبقى خلصنا التيست التاني. وانتظروا التيستات اللي جايه كلها. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.